مرحبا يا فندم. ها ما اتصلت مع عبد الرحمن؟ ها قال ما بش اي شيء ما عنده معه. هو ده في المنصه ما فعل علموه؟ ها ما فعل في المنصه؟ لا لا قال كان في الجامع عند الجماعه عند لا لا هذا كان صلى مغرب وعشاء وخرج صار عند الحليل عند الجعملاني ورجعت الحين المنصه ايش يعمل؟ انا قلت له انا قلت ان بالشيء في المنصه قال لي ما بالشيء انا بسير الان بنفسي اشوف يا اخي موجود عندنا في المنصه هو بقول لك عند الحراسه حكنا ايوه هو بيتحرك من هنا لهنا لهنا قلت قلت لك كنا قال انا مضمن بوجهي وشي وجهك ان ما يجي وشي قبيله يا اخي كهل هذا ما انا داري انا داري لكن بيقول لك انا ضامن ما احنا في هنا ما يحدث اي شيء وبلغوهم بلاغات خاطئة ان الناس متحركين من ريمة حميد اللي هو الاهانات والكذا قلت له انا اضمن لك بوجهي ما باي حركه الا ريمة حميد اذا الناس مستنفرين يعني على اساس من القلق والتوتر الموجود هدوا التوتر هذا ورفعوا اسباب التوتر وكل شيء بيهدأ لا لا في 10 دبابات الان تحركت من اسمه من سواد من السواد من الجايفي قل لي يا جايفي لا تلعب بذيلك قل له والله لا نحرقك وعادك في عند امك أظنها خرجت كباك ها؟ أظنها خارجيك كباك صلاة حمداء لا لا ما شيء هذا صلاة ريمة حمايد ها هاي هذا الحين إن شاء الله صلاة ريمة حمايد قل له والله أنا أحرقك وعادك في بطن أمك أنا بتصل بهذا وبهذا الجايبي بتصل قل له احترم نفسك هم عاد يدقوكم بيناتكم البين احنا خايفين الان من طرف ثالث يجي يفجر وقت لا لا ما عاد يقدم طرف بيناتنا البين ما عاد ما بيشرف ثالث لا لحظة ما بيشرف ثالث هذا قدم قل لهم انتم ادوات مع صاحب ابين يعني عملاء ضباط ومعسكر يعني في الاول قل للطيب وقفوا احترموا انفسكم نوقف نوقف الامر للصباح لما نشوف كيف الخبر يعني اي طيب قل طيب ايش تخلع ابوك انك تتحرك صلاة ريم حمايد الان الان التوتر الجاي في وهذا ايش اسمه الحريري قل له انت ايش تعمل في المنصه راس حربه ايش تخلع تمام حاضر هو والله انه بدي كلام طيب يعني بالنسبه لل ايش بيفعل؟ انه بيفعل تهدئه اكثر من اثاره طيب طيب من عمره ايش دخله انه يجي المنصه؟ ايش يعمل؟ حاضر انا بشوفهم كلهم هذا الاطراف ويكون خير ان شاء الله مع السلامه مرحبا يا فندم ها ما اتصلت مع عبد الرحمن ها قال ما بش اي شيء ما عنده معه هو ده في المنصه ما فعل علموه ها ما فعل في المنصة؟ لا لا قال كان في الجامع عند الجماعة عند لا لا هذا كان صلى مغرب وعشاء وخرج صار عند الحليل عند الجعملاني ورجع الحين المنصة ايش يعمل؟ انا قلت له انا قلت ان بالشيء في المنصة قال لي ما بالشيء انا بسير الان بنفسي اشوف يا اخي موجود عندنا في المنصة هو بقول لك عند الحراسة حكنا ايوه هو بيتحرك من هنا لهنا لهنا قلت قلت لك كنا قال انا مضمن بوجهي وشي وجهك ان ما يجي وشي قبيله يا اخي كهل هذا ما انا داري انا داري لكن بيقول لك انا ضامن ما احنا في هنا ما يحدث اي شيء وبلغوهم بلاغات خاطئه ان الناس متحركين من ريمة حميد اللي هو الاهانات والكذا قلت له انا اضمن لك بوجهي ما باي حركه الا ريمة حميد اذا الناس مستنفرين يعني على اساس من القلق والتوتر الموجود هدوا التوتر هذا وارفعوا اسباب التوتر وكل شيء بيهدأ لا لا في 10 دبابات الان تحركت من اسمه من سواد من السواد من الجايفي قل لي يا جايفي لا تلعب بذيلك قل له والله لا نحرقك وعادك في عند امك حرق اظنها خرجت كباك ها اظنها خارجيك كباك صلاة حمداء لا لا ما شيء هذا صلاة ريمة حمايد ها هاي هذا الحين ان شاء الله صلاة ريمة حمايد قل له والله انا احرقك وعادك في بطن امك انا بتصل بهذا وبهذا الجايفي قل له احترم نفسك هم عاد يدقوكم بيناتكم البين احنا خايفين الان من طرف ثالث يجي يفجر وقت لا لا ما عاد يقدم طرف بيناتنا البيت ما عاد بس ما بيشرف ثالث لحظة ما بيشرف ثالث هذا قدم قول لهم انتم ادوات مع صاحب ابين يعني عملاء ضباط ومعسكر يعني في الاول قل للطيب وقفوا احترموا انفسكم نوقف نوقف الامر للصباح لما نشوف كيف الخبر يعني اي طيب قل له طيب ايش تخلع ابوك انك تتحرك صلاة ريمة حمايد الان الان التوتر الجاي في وهذا ايش اسمه الحريري قل له انت ايش تعمل في المنصه راس حربه ايش تخلع تمام حاضر هو والله انه بدي كلام طيب يعني بالنسبه لل ايش بيفعل؟ انه بيفعل تهدئه اكثر من اثاره طيب طيب من عمره ايش دخله انه يجي المنصه؟ ايش يعمل؟ حاضر انا بشوفهم كلهم هذا الاطراف ويكون خير ان شاء الله مع السلامه مع السلامه